السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدر أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام، وتغطيتنا اليوم عن تويوتا كورولا هايبريد جي ال اي، أعلى فئة موجودة بالهايبريد. راح نتكلم عن أهم مواصفات وأهم المزايا، وطبعا سيارة موديل 2024 وارد الوكيل شركة لطيف جميل. يلا خلونا نتعرف عليها. وقبل كل شيء سعد أخوي الكرام اشتراككم بالقناة، ونشوف التويوتا كورولا أكثر سيارة حققت مبيعات على مستوى التاريخ، صار غنية التعريف اقتصادية، والهايبريد اقتصادية أكثر. هذه السيارة طبعا أول شيء أكيد تسألوني عن السعر، اللي هو 100,200 ريال شامل الضريبة. جي ال اي هايبريد، اللي يبحث عن شيء اقتصادي جدا وعملي بنفس الوقت، سيارة سيدان من الحجم المدمج، يعني لا هي المتوسطة ولا هي الصغيرة، أكبر من اليارس اللي هي الصغيرة، وأصغر من الكامري اللي هي المتوسطة. طبعا زي ما ذكرنا السعر 100,200 ريال شامل الضريبة، بمحرك 1.8 1800 سي سي، حدود 121 حصان تقريبا. طبعا بالنسبة للجير فهو أوتوماتيك بنظام ACVT، طبعا المعلومات هذه ماخذها من حسب موقع تويوتا عبد اللطيف جميل. كذلك نظام الدفع فهو أمامي. المواصفات الخارجية، فتحة سقف، مقدمة طبعا بشبك، شبكة على فكرة شبك الجي ال اي مختلف عن الاكس ال اي، تلاحظون جاي كذا في شكل رياضي. تطعيم كروم على الصدام، شعار تويوتا بالظلال الزرق لانها هايبريد، وعندنا كاميرا اماميه لان هي كاميرات محيطيه 360 درجه. مقدمتها باضاءات فول ال اي دي، ليد النهاري خطين، نور عالي واطي عدسه ال اي دي، عندنا كشاف الضباب ال اي دي كذلك، وتطعيمات كروم على زوايا الصدام مع اثنين حساسات اماميه، وحسب الموقع الحساسات طبعا ماليزيه اضافيه من الوكيل، منتج معتمد من تويوتا اضافي من الوكيل. عندنا جنطة السيارة مقاس 17 انش مكحلة الكروم مع اللون الرمادي الغامق، دلو بالكفرات 225 على 45 مقاس الكفر، شعار تقنية محرك على رفارف، اشارات المراية مع كاميرات محيطية 360 درجة، طبعا الكاميرات هذه كذلك صينية، منتج معتمد من تويوتا، مع زيجو كروم اسفل الابواب ومقابض الابواب كروم. لاحظوا اطارات النوافذ تيجي كروم على فئة الجي ال اي، هنا الجناح الخلفي يميز شكل السيارة، عندنا الإضاءة الخلفية LED ما شاء الله تبارك الرحمن مميزة لفئة الجي ال اي، وأربع حساسات خلفية زي ما ذكرنا الحساسات طبعا ماليزي، أتأكد معلومة ماليزية نعم. عندنا طبعا تطعيم كروم على الشنطة، هذه لاحظوا الإضاءة الهيلوجين، وعندنا هنا فرشة، هذه الفرشة إضافية من الوكيل منتج من تويوتا، لكن هذه جي تايلاند، وهنا سبير السيارة، لاحظوا حتى هنا شعار تويوتا بالظلال الزرقاء. عندنا هنا تقنية المحرك هايبريد، وعندنا هنا اسم السيارة كورولا، وزي ما ذكرنا الفئة جي ال اي، طبعا مسجل عليها ما يبغون يسوون زحمة على كلمة الهايبريد، لكن هي فئة الجي ال اي الهايبريد. سعة خزان الوقود حسب الموقع 43 لتر. تويوتا كورولا 1.8 سي في تي 27 كيلو فاصل 6 لكل لتر بنزين، ماخذ افضل تقييم اللي هو ممتاز بلس، طبعا بنزين 91، سيارة هجينة. نظام التعليق القديم ولا الجديد؟ لا ايه طبعا نظام التعليق مختلف بالجي ال اي عن الفئات العادية الخلفية. عندنا مقابض باب كروم، دخول ذكي، بس نشوف هل دخول ذكي منفذ السائق والراكب ولا فقط السائق، فقط السائق الراكب بدون دخول ذكي. انا احب اعطيكم صراحة بعض التفاصيل اللي استكشفها، يعني ما احب احرب المتابعين مع المعلومات اللي عندي اللي تعرف عليها. طبعا تويوتا كورولا سيارة غنية التعريف من شركة تويوتا اليابانية،
بس الكورولا اللي تيجي سوقنا تجميع تايوان من زمان تقريبا من 2011 او 2012 يوم جاء فيس ليفت جيرتوماتيك جت تايوان، كان العادي ذيك الفتره يجي او 2010 كان التوماتيك يجي تايوان والعادي يجي ياباني. بس امانه يعني حاولت اقفط مشكله على التايوان ذيك الايام، ما في ما شاء الله يعني حتى المصنع مما كانت ما دام اسم كورولا تويوتا مهتمه. طبعا الزجاج اوتو لمسه واحده، مرايه كهربائيه بخاصيه الطي، السنتر لوك، القماش على الابواب، ولاحظوا هنا جاي زي الجلد في تطريزات، شكل تطريزات عشان يجملها، وعندنا هنا الفورميكا جايب اللون الاسود اللمع. عندنا هنا الصف الخلفي حتى مقبض باب جايب اللون الفضي نفس الفكره، الخط هذا الجميل. طبعا فيها تكايه بحامله اكواب اثنين، فيها مثبت مقاعد الاطفال وتكايه الراسين متحركه، وعندنا لمبه بالسقف، ولاحظوا فتحات تكييف خلفيه بسم الله. وعندنا هنا منافذ طاقه طبعا جاي تايب سي منفذين، هذه فتحات تكييف تابع المكيف الامامي، وهذا السياره من الداخل. كرسي الساق والراكب بحركة يدوية. طبعا يا جماعة أدري في بعض الدول يجيهم مواصفات الكورولا كأنها لكزس، لكن هذه اللي تجيبها الوكيل ما يعبي مواصفات كثير عشان ما يرفع سعر السيارة. تخيل لو حطها لك كراسي كهرب ومقاعد جلد وتهوية ونقاط عمية بيوصل سعرها بالراحة 125 ألف، فأنت تلقائيا تنتقل للكامري، فيعطيك مجال شوي بالأسعار. طيب طفي فليشر. من الأشياء صراحة عشان تدرون أن عبد الرحمن أمانة يعني أنا ما أحب أقرأ من جرايد وأتعلم كثير وكذا كذا، يعني مثل الإكسسوارات حبيت أقرأ عن الإكسسوارات المضافة من الوكيل وأجيكم، لكن أنا ما أدري إن طبلونها الشاشة، توني اكتشف إن طبلونها الشاشة ما شاء الله تبارك الرحمن. أحب كذا على طول أتعرف على السيارة معاكم لكن أعطيكم معلومات صحيحة، يعني ممكن أراجع موضوع الأحصنة، ممكن أراجع مثلا الجير، الأشياء هذه الخفيفة اللي ما هي واضحة لكن باقي الأشياء واضحة قدامنا. عندنا هنا تحكم في مستوى الإضاءة الخارجية، عندنا هنا الترب جاي هنا غريبة ليش حطينا هنا؟ إيه عشان عداد الرحلات طبلون شاشة. زر الكاميرات المحيطية يا متابعيني يا غالين، الكاميرات والشاشة صينية، منتج معتمد من تويوتا عشان نكون بالصورة. يعني كيف منتج معتمد من تويوتا؟ من قسم اكسسوارات تويوتا. طيب عندنا هنا دركسون السيارة مكسب الجلد. عندنا الأوامر الصوتية، تحكم بالنظام الصوتي، بلوتوث، طبلون بالكامل، الشاشة ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. الكامري ما فيها طبلون، اللكزس الإي إس بجمالها طبلونها مشاشة. هنا عصا أنوار لكن ما في وضعية الأوتو، يعني في حاجة في حاجات يعني يا تويوتا بسيطة، أوتو الأنوار ترى مهم. عندنا هنا عصا مساحة الزجاج، هنا زر التشغيل الذكي. تكلمنا عن الشاشة، شاشة جميلة طبعا تختلف صراحة. لا لحظة أنا ضاغط زر الكاميرات. طيب شاشة جميلة بكاميرات محيطية تدعم أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، منتج معتمد من تويوتا، يعني هي تويوتا بس من مصانعهم في الصين عشان تكونوا بالصورة. مصنوع حسب مواصفات تويوتا أو طلبات تويوتا. لو تلاحظون الوكيل أصلا كل الشاشات اللي يضيفها الشاشات باستثناء الجكسار صراحة، اللاند كروزر عنده شاشاته نظامها مختلف لدرجة طبعا تقييما كبرنامج كشكل انا اشوفها افضل من المصنع كبرنامج وكالوان، حقه المصنع تبقى هي الافضل لانها طبعا انا اشوف ذيك كالوان وككذا، لكن كجوده حقه المصنع انها طالعه من نفس المصنع اليابانيه، ذيك لا تيجي اتوقع تايوان او تايلاند او الصين وين ما كانت تكون، بس تختلف عن حقه ال طبعا انها المصنع. بس لف كذا لف بس وش بتصير معك؟ والله ليس تسويقا للوكيل يا جماعه، اوكي انا اسوي معاه اعلانات كذا كذا، لكن هم جماعه حبيبين يعني جماعه بالعكس عندهم يقول لك اذكر لا تخاف. بعض الشركات يزعلون اذا تذكرت ان هذه في لا ليش بس اذكر محاسن السياره لا تذكر العيوب. جماعه تويوتا انا واثقين من منتجهم، واثقين بزباينهم، واثقين يا اخي انا عندي منتج ما عليه غبار، فواثقين من الحاجات هذه. بس لا تغلط، وهذا استعمل مع كل الناس، لا تغلط يعني لا تعطي معلومه مكذوبه من تاليف راسك، لا اعطى شيء حقيقي ملموس، ويوم تعطي معلومه
لا تعطيها قصد الحقد، لا أعطيها يعني ليوعي الناس. معلش أنا ما أعرف سولف بالحاجات هذه، نعرف مواصفات طليق بالمواصفات. فهذا اللي يعجبني فيهم صراحة، يعني يتقبلون كل شيء أمانة. أنا بالنسبة لي أنا أشوفهم تمام، ممكن بعض الناس كذا كذا سوء تفاهم، لكن أنا الحمد لله متابعين دائما أذكر ترى هذه كذا تركيب، والله ما يزعلون. شركات ثانية يا رجل، مكينة في أحد السيارات في أحد الشركات ذكرنا أنه في من موديل من الموديلات صار عليه مشكلة، ما عاد حبوني عبد الرحمن مرفوض. ما لا ليش؟ لأني ذكرت معلومة صحيحة. فبعض الناس وبعض الناس تختلف من شخص لشخص. عموما ما علينا، علينا من تويوتا كورولا. كيف في وضعية الأوتو؟ طبعا مناخ واحد ما هو مناخين للأسف. عندنا شحن لاسلكي للجوال، غير أوتوماتيك بنظام ACVT. ليش أنا قلت لكم حسب معلومات الموقع؟ لأن في ناس يقولون لا ما هو ACVT على الكورولا، CVT. طبعا CVT والACVT تقريبا واحد، بس إن الACVT هو اللي واكب سيارات الهايبريد. عندنا زر درايف مود، باور، إيكو، نورمال. الباور هو مكان السبورت، والإيكو هو الاقتصادي، والنورمال هو العادي. طبعا الإيكو اختصار إيكونومي. عندنا هنا التراكشن، وعندنا هنا نظام الإيفو مود يمشي السيارة على البطاريات إلى آخره. طبعا مغير كاميرا صراحة، شريت كاميرا جديدة كذا عشان فيها الاهتزاز يعني أخف من الكاميرات الثانية، فعجبتني ما شاء الله. الله يعطينا خير وإن شاء الله وإن شاء الله تعجبكم. هنا الهاند بريك، حاملات أكواب 2، تكاية بالوسط، فيها مساحة تخزين، منفذ USB تايب سي، ومنفذ طاقة كلاسيك. قماش هنا فيها طراوة، يعني شوفوا هذه. وعندنا سنتر لوك كذلك ماليزي حسب المعلومات، يعني إضافي. المراية الداخلية عادية وليست تعتيم. الشماسات فيها مراية مع إنارة هيلوجينية، شماسة الساق والراكب. صراحة أنا ولعتها عشان تعطينا أفضل إضاءة. شوفوا وطفينا هذه يعني نوارة، كان في إضاءة أفضل. بس عموما هذه أبرز المواصفات اللي موجودة بالسيارة. متابعيني الكرام، الأمن والسلام اللي موجود على تويوتا كورولا، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباك للساق والراكب، إرباك جانبي للساق والراكب، وعدد 5 عزيمات أمان. أتمنى ما أكون طولت عليكم، أتمنى أكون أعطيتكم معلومات صحيحة عن السيارة، شرحت لكم المواصفات اللي تهمكم، وإن شاء الله إنكم استفدتوا. طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.